التطورات اللي حصلت لمنى غريب. تلقوا أهلها اتصال أمها وتقول إنها شبه فقدان للذاكرة من الحالة التي هي فيها من امبارحة من حالة الخطف، وقالت بأنها في المرج وأغمي عليها ووقعت على الأرض، ولا أحد يدري ما هي النتائج التفصيلية، ولكن الآن ذهبوا إلى المرج ويبحثون عنها في كل مكان، وعندما نجدها في المكان الذي قالوا عنه سوف نعلن عنه علنا يعني. ولكن هو الآن هي وضحت هي موجودة فين، هي في المرج ولا هي قالت أنا في المرج وأغمي عليها ووقعت، ولا نعرف أي خبر عنها، ولكن الآن جاري البحث عنها هناك. هي التي تكلمت كلمتين ووقعت على الأرض نتيجة التعذيب أو نتيجة الإرهاق الشديد الذي حصل لها من امبارح إلى هذا اليوم. ويؤكد الاتصال بأمها أنها في حالة إرهاق شديد وتعذيب، وفي حالة صحية متردية وسيئة جدا. ونحن الآن بعد نصف ساعة إن شاء الله سوف نعلن التفاصيل المملة عن منى غريب وعن عملية الخطف كيف تمت وما الذي حصل وما الذي سنصل إليه إن شاء الله بعد أن نحضرها من المرج إن شاء الله بإذن الله.